من جانبه قال سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلمان الدولي يعتبر إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجلها في العمل البرلماني والتشريعي. أهمية عنوان هذا المؤتمر بلا شك له أهمية قصوى، خاصة أنه معروف عن مملكة البحرين، وطبعا هذا كله بتوجيهات ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم حفظ الله ورعاه مملكة البحرين. وجهود مملكة البحرين واضحة دوليا في موضوع التعايش السلمي، وطبعا أصبحت مملكة البحرين تجربة رائدة عالميا في هذا الجانب، وحصلت على شهادات دولية على جميع المستويات. لذلك احنا كبرلمان عربي نشيد بهذه تجربة مملكة البحرين في هذا الجانب وندعمها، وبلا شك يعني هذا مصدر فخر لنا كلنا كعرب. بلا شك تقدم مملكة البحرين في هذا المجال هو مصدر فخر للجميع.